السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في فقرة جديدة من فقرات مؤسسة نظام الطاقة اليوتيوب. الفقرة دي بنعلن عن بدء التسجيل في برنامج انطلاقة 2017 أو انطلاقة 2017. فكرة انطلاقة 2017 هو إن كل الناس اللي هتشترك وهتسجل بياناتها في استمارة الانطلاقة هتحصل على مجموعة من الكورسات وجلسات، بتوصل لها لينكاتها فور الاشتراك على إيميلها، وبيتم متابعتها بحيث إن هي نضمن زيادة في الوعي والإدراك، نضمن التطوير للذات، نضمن إنها تكون اكتسبت كل الأفكار اللي إحنا بننادي بيها منذ نشأة النظام الطاقي، وكمان كل التمرينات والكورسات والجلسات اللي قدمناها. بنضمن إيه من الفكرة دي كلها؟ إن إحنا أولاً هنطور المجموعة اللي معانا، ثانياً إنها تكون فعلاً انطلاقتهم الحقيقية في العام الجديد، ثالثا انه هيكون في عدة خدمات بنقدمها زي الكورسات والجلسات اللي هيحصلوا عليها. غير كده في بند تاني اللي انه هيكون في مجموعة جروب كده على الواتساب او على بعض المواقع الاخرى، هيكون بس للمجموعة اللي هي الخاصة بالانطلاق، هيكون مشتركين فيه مع بعض بحيث يدردشوا مع بعض، يفيدوا يستفيدوا من بعض وهكذا. هيكون في اكثر من تجمع الكتروني اونلاين على مدار العام الجديد 2017. الفكرة ان احنا بجد نعمل انطلاقة جديدة. الشخص اللي بيسمع الان عايز اقول له ان انت في 2016 غير 2017. في 2017 هتكون شخص قائد ناجح، تطور، تعتبر اداة للجذب، تعتبر بتمتلك الكثير من المهارات والافكار. طيب ايه الكورسات اللي هتحصل عليها في برنامج انطلاقتي؟ هتحصل على كورس كشف السر كاملا بجميع تمريناته ومحاضراته، هتحصل على برنامج تثبيت، جلسة استحقاق المالي والتحديد الكوني، جلسة التحرر والتحكم كاملة، هتحصل على جلسة التخاطر كاملة، الكورس الكامل بتاع التخاطر، هتحصل على كورس جذب شكل الحياة وطاقم الروح وحدوث تجلي، هتحصل على كورس نيور ستارت لتجديد وتنظيف وشحن طاقة الجسم والعقل والتخلص من الأفكار المزعجة والوساوس القهرية، هتحصل على كورس جذب المال ومفتاح الخزينة الكونية، وهتحصل على كود للاستشارات الدائم لأول مرة هيكون معاك. دي فكرة مبسطة لموضوع انطلاقتي في 2017. اللي عايز أقوله لك إن فعلا أنا أضمن لك بشكل شخصي بعيد عن المؤسسة إن دي هتكون انطلاقة حقيقية ليك في العام الجديد، وأضمن لك فعلا إن هتكون الاستفادة كبيرة جدا جدا جدا. طيب للاشتراك ومعرفة تفاصيل الانطلاقة تقدر تتواصل مع الرقم اللي آخره 5 عبر واتساب، اللي هو الرقم 002-012-11-222-085. طبعا انوه على حاجة مهمة جدا، احنا مش هنقبل كل الناس، بمعنى يعني احنا عايزين عدد معين عشان نقدر ان احنا ندعمه ونقدر ان احنا نفيده. مش هينفع نقبل كل الاعداد اللي هتيجي علشان خاطر ان كده هيبقى الموضوع كبير جدا، مش هنعرف نعمل لهم مثلا جروب ياخد العدد كله، مش هنعرف ان احنا نقدم لهم دعم متواصل. ولذلك هنختار المجموعة الاولى حتى ولو كانت الانطلاقة رسومها غالية بعض الشيء، لكن هنختار المجموعة الاولى يكتمل العدد هنوقف الاشتراك. فعلى الجادين، الجادين فقط، انهم فقط هم اللي يتواصلوا وهم اللي يبادروا بالتسجيل. ما تنساش انك انت تضغط اشتراك في القناة عشان يوصلك كل جديد مننا. تنساش كمان انك انت تشير الفيديو، وده يكون فضل منك. شكرا ليك، تزوروني في فقرات جديدة وحلقات جديدة. سواح من مؤسسة النظام الطاقي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.